تقرب منصور بشكره لانه مسك البلد في ظروف صعبه وكان قد المسؤوليه. الراجل نام وصحي لقى نفسه مجبر انه يبقى رئيس جمهوريه واستحمل وبنقول له شكرا باذن الله بعد الانتخابات ما تخلص ويقعد الرئيس القادم باذن الله السيسي على الكرسي هننزل هنكلم الشعب وهننزل على كل الصفحات ننزل في مليونيه شكر لعدلي منصور نقول له شكرا سياده المستشار. يعني انت باليافطه دي بتعلن مليونيه بعد انتخابات بعد انتخابات الرئاسه بنعلن مليونيه شكر لعدلي منصور. اقول له ربنا يقويك الحمل تقيل بس انت قدها.